شاموس شاموس اسمعني زين اسمعني، لا تكلم في البيت ابدا، ما ابغى اسمع صوتك ولا ابغى اسمع شعورك، فهمت؟ هلكتني، عذبتني، قتلتني، انا كل ما حصل شغل اتفنش بسببك. انت ايش انت بالافنت؟ انت افنت؟ انا كيف تعرفت عليك؟ قول لي كيف تعرفت عليك؟ اسمع نصيحه مني، روح بلادك احسن لك، ولا اقول لك روح بلاد ما فيها بشر علشان الناس ما تتاذى منك. لا 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 ابا ما ابا دي ما تمشي علي ابدا. اسمعني زين، انت اصبحت خطير واخطر من العدس، ولازم يسوي فيك مؤتمر دولي. نعم، وبعد ما ينتهي المؤتمر يشنقوك ويعلقوك ويغيبوك غيب ارض عينك. هلكني الله يهلكو، هلكني عذبني. زين سويت في زين، زين سويت في عامس، هذا آفة شرير. نعم، احسن لك تبتعد عنه ولا بيورطك. نعم، اسمعني زين، روح دور لك على عمل احسن لك. ابوي اسمعني زين، انا لا امشي معاه ولا اتكلم معاه ولا ابغى اشوف فوقه، ومن بكره بدور شغل على نفسي. الله يهلكني كل ما هلكني. يلا يلا يلا، نعم انه عذبني الله يعذبك. يلا مسي تعبت. تفضل ولدي. حاج مراد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا اهلا خليفه. تفضل تفضل يا ولد، استريح تفضل. يا سلام يا سلام، يوم اجي عندك هني ارتاح وانسى الدنيا وهمومها. شعور غريب ما اقدر اوصفه. انت تعرفه من اول حاج؟ الحاج غريب. ما الحاج غريب، شعوري انا، قصدي شعوري انا غريب ما اقدر اوصفه. يا سلام يا سلام على الناس الطيبين هالايام يا ولدي، الواحد ما يعرف من منهم الطيب ومن منهم الخبيث. لا يا الحاج مراد، الخير موجود، بس الواحد فينا لازم يفتح عينه زين ويعرف الناس. اي صحيح صحيح. انت ما قلت لي انت هين ساكن هنا؟ انا والله ساكن عند واحد صديق، هو بعد عزوبي. زين عجب، انا باغي اقول لك شيء لكن على خافك تخجلني. لا يا حاج مراد، ما عاش اللي خجلك ما عاش، تفضل امر. انت اليوم معزوم عندي على الغداء في البيت. بس هذا كثير، واحنا ما سوينا شيء، لكني يعني. لا لكن ولا ماكن، انت معزوم يعني معزوم. والله ما رد كرم الحاج الكريم مراد، لكن ما قلت لي هين بيتك. نزلت فيهم ضرب، هو وهذا بشكاره ويسموه النجم، جالس لي دخلي باليسار، اصلا هذيل عوقين من كثر طبوباتهم كلها قل. يا رايه يا رايه، هذه كلها تخاريف، هذيل الناس مدعين ودقالين الله يهديش. زين يا بنت الحلال، ما عارفه ايش اسوي عشان يعقل زهران. بس انا عندي فكره، اذا سويتيها بتشوفي طايح عند رقودش. شي ما تقملي في قوليها، تراني محتاره داير راسي. شوفي ترى الرجال ما يحب الحرمه اللي تركض وراه، دائما يحب الحرمه الثقيله الرزينه. كيف يعني اسوي عمري متينه واموت؟ يا رايه انا ما اقصد كذا، اقصد ثقيله بتصرفاتش، يعني هملي سوي نفسش مشغوله عنه، بعدين اهتمي بنفسي شويه، حطي مكياج، عدلي شعرش عند الكوافير بدل ما تحطي فيه ياس، بعدين لما هو يشوفش مهتمه بنفسش اكيد راح يهتم فيش. زين انا ما اعرف كيف اسوي عمري مهمه. تعالي معاي وانا بدليش. زين اشرب الشاي شي. خلي خلي بعدين، قومي معي. ها ايش سويت مع الرجال؟ بعدين بخبرك.
أنا جالس أنتظرك على نار وأنت تقول لي بعدين؟ شوف إذا ما قلت لي ترى بخش هذه الورات في حلقك، سامع؟ زين بقول لك، هو بصراحة ابتدى يعني شوية يرتاح لي. ها وبعدين؟ بس. لا أكيد في شيء ثاني. وبعدين تعال، أنت ليك وتلعب علي من ورايا؟ عفا عليك يا أمين. هو بصراحة يعني وجه لي دعوة غدا تغدى عنده. عزمك في البيت؟ لا في المطعم الصيني. يعني مثل الحاج مراد، وين بيغديني غير في بيته؟ أكيد بتروح للعب. طبعاً، زبيدة بعد. شوف، إذا شفت على البنية بقلع عيونك. ها، بدينا نغار ها؟ نسيت إن إحنا أصحاب؟ أنا ما غار، بس أنا شك إنك أنت تدبر شيء من وراي. عفا عليك يا أمين، هذا خريفة صاحبك يعجبك. بيدة ترى شايفة عمري وحدك ذا غلط الله يهديش. بالعكس يا راية، انت كذا صح وألف صح. وألف صح، وحدي فزعالة أسير البيت زهران يشوفني كذا فقام يضربني. زهران لما يشوفش بيفرح وأنا متأكدة. بعدين بصراحة انت ما شايفة عمرش زين. بالله عليش لما شفتي عمرش بالمنظر ما أحسنتو؟ إذن خلاص العملية العكسية بدت، باقي شوية حركات على شوية كلمات بتكملي شخصيتش الجديدة. شوية حركات؟ لا أنا ما أسوي حركات. راية أنا أقصد يعني كيف تتكلمي، إيش تلبسي، وين تروحي، هذه الأمور هذه لازم تعرفيها يا راية. إيه أنا ما دام كذا زين، أنت قولي وأنا أنفذ. أهلا رامس أخوي، خير أشوفك هنا اليوم. أنا ما كنت باغي لأني بعدني مستحي من أبويا. لا ولا يهمك، في شيء؟ أنا جاي إنك في موضوع بس خاص شوية. ها؟ خاص؟ يا أمين، يا أمين أنت صديقي وعزيزي وما بأي شيء يحصل ويعكر هذه الصداقة والأخوة اللي بيننا. لا ما في شيء بيننا، بس انت ليش تقول هالكلام عن حد؟ قال لك شيء والله شيء؟ لا انا ما حد قال لي شيء، انا استنتجت بنفسي. استنتجت؟ استنتجت ايش يا اخوي يا رامز؟ يعني ما تزعل؟ شامس شامس هذا هالكني ومعذبني وارجوك ابغاك تبعده عن طريقي، لأنه هو سبب المشاكل والبلاوي اللي أنا فيها. كل ما اشتغلنا سووه مشكلة اتفنشنا احنا. اسمع أنا خلاص تعبت وأبغى أستقر. خوفتني يا رامس يا أخوي، خوفتني. إذا كان على شامس ولا يهمك، أنا بحاول قدر المستطاع أني أبعد عن طريقك. في شيء ثاني بعد؟ في موضوع ثاني يا أمين. موضوع ثاني؟ ايش هو؟ موضوع زبيدة. زبدة؟ باغي زبدة؟ انا باغي زبدة؟ انا قلت لك باغي زبدة؟ اقول لك خطيبتي زبيدة، انت تعرفها؟ ليش؟ بنتزوج قريب وانا في الحقيقة جاي اعزمك علشان تحضر حفل زواجي بس. بجي والله العظيم بجي، بكون أول مدعوي. أمين أحسن دخول، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.
شيء ما قلته. صح. ايش هو؟ تو باب الخوش من هيك. اوه اوه ان شاء الله عندنا ضيوف. السلام عليكم. يا ريه 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 تعال في ناس موجودين. ريه انا ما ناس انا رايه زعلان. رايه انت مريضه انت؟ لا بس انا رايه الجديده. حلوه هذه رايه الجديده ما صار. زين انت ايش مسويه في نفسك كذا ليش؟ ما احسن كذا؟ هو احسن لكن رايه بصراحه انا متعود عليه عادي يعني ما في داعي للسوالف هذه كلها يا رايه. لا في داعي. بعدين انا كذا حاسه نفسي طبيعيه اكثر. انا فجاه تعرف فجاه انا فجاه وجدت نفسي. شمس ده قولي له مات قلبك بسيارك ودهنه. يا انت يا هذا ليس هنا ليس هنا. شكرا. زبيدة وو زبيدة. الله يمسيه بالخير والنور. مو هذا؟ هذا سمك. سمعي نعم. اليوم عازمين انسان ضيف عزيز علينا ها وغالي واباك تسوي لنا غدا سنع. سوي لي بابلوه بابلوه هذاك من الزين ها مره في الصقلات تسويه زين ان شاء الله ولا يهمك. ايه هو بس نفر واحد؟ ايه نعم نفر واحد لكن سمعي ايه عليش بالفلفل كان ترومي زيدي فلفل اذا شايف في الثلاجه فلفل حطي لا ترحمي زين؟ إن شاء الله. يلا بسرعة، أنا سار داخل. والله حالنا يا عم حالنا. أوه زهران؟ أوه زهران؟ أقول أشوف رايح حرمتك اليوم كلها متغيرة ما هي الأولية يعني. لا يكون معزومة هالعرس؟ والله إيش عرفني يا رامس؟ أنا أشوفها متغيرة هالأيام هالحرمة ما مثل أول. أقول أخوي زهران لا يكون حرمتك جنت وأنت ما عندك خبر. إذا كان جنت وديها مستشفى مسينة. راوس وهي من متى كانت عقلة؟ وصل كابتن. أنا سايرة عنكم. على هين؟ رايحة الجمعية اليوم عندي اجتماع مع العضوات الميثانيات. إيش قلتي؟ لا هذا كلام أنتم ما تفهموا كبير عليكم. أنت سمعت عن الميثانيات هذه؟ بصفتكم انكم عاطلين عن العمل ايه نظفوا البيت نعم ولمعوه وكنسوه وطبخوا لكم غدا. طيب الى اللقاء. خليني ادخل يا بنت الحلال تراني تورطت الله يهديك. وين سايره الجمعيه؟ ايه تو شي جمعيه نص نهار انقها. اقول تو عاد انا هنا اسير. اقول ليش ادخل حياتكم؟ ابوي تو بيجي مع ضيف يا رايه. المهم ابوي حتى لو اجلس في المطبخ ما علي المهم ان انا اشوف اللي صرف الله يهديك. زين 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 تعالي بس ها عند سوي صوت. تعالي اي والله تعالي. وابوي عازمين ناس عندكم من اليوم.
ايه العجيمة عدل فيها كل شيء؟ ترقبتنش الضيف بيجي عندنا لا. ايه الضيف بيجي. وابوي هذا ابوي. تعالي هنا. لا لا لا. تفضل يا خليفة. تعال ابوي تعال. تفضل بيت بيتك تفضل تعال تعال. احسنت احسنت حاج مراد. تفضل. حيا الله حيا الله خليفة حيا الله بدعينك. تفضل تفضل الله يسلمك. ما شاء الله البيت الحلو هذا الحاج مراد. ايه بوجودك الله يسلمك. تفضل تفضل استريح استريح. حيا الله حيا الله ابن منقى. حيا الله ضيفنا الغالي. حيا الله بدعين. الله يحييك الله يحييك. زارة البركة. الله يسلمك. كلفت نفسك وايد الحاج مراد. لا الله يسلمك. لا لا خلافه ولا شيء. زبيدة زبيدة. نعم ابوي. جيبي لنا الغداء ابوي جيبي لنا الغداء. ان شاء الله. عاش بنتي عاش. اهلا وسهلا. يا اهلا بك. اهلا وسهلا. كلفتوا نفسكم كثير بصراحه واحنا ما سوينا شيء يعني ما نستاهل الكذب. لا يا ولدي يا خليفه لا كلافه ولا شيء. نحن اهلا وسهلا لا تقول كذي. عاش بنتي عاش. ما شاء الله ما شاء الله. والله الاكل وايد حلو يا حاج مراد. هذا الله يسلمك طبيخ بنتي الوحيده زبيده. ماتت امها وهي صغيره الله يرحمها وربيتها وتعبت عليها وما رضيت اتزوج. والله ما رضيت اتزوج خفت عليها عن اللي عمها تلعوزها. يا خليفه يا ولدي والحين الحمد لله اتعلمت وكبرت. عاشت بنتي وكبرت الحين ما شاء الله. الله يخلي لك اياها ان شاء الله. ويخليك يا ولدي يا خليفة. بس يا ريت اجيها ولد الحلال الطيب الشاب الخلوق اللي يريحها ويستر عليها. الشاب المتعلم المثقف الفاهم. ولد شاب كذي مثلك يعني. الله يخليك. الزواج قسمه نصيب يا حاج مراد. وبنتك ما شاء الله يعني علم وجمال ودلال. والشباب كثيرين يتمنوها ويتمنوا لو بس ظفرها. بس ما نظرها مكسور؟ لا لا الباب لو بتبرد بنت غد. ايه تفضل تفضل تفضل. لازم تتفاهم. شمس الحين ايش خطتك؟ كيف يعني ايش خطتي؟ قصدك يعني ايش اسوي؟ ايه الحين بعد ما خلصت المكتب العقاري يعني ايش ناوي تسوي؟ والله ما اعرف يا امين لكن بحاول اشوف لي شغله ثانيه بعد. ما فكرت ترجع البلاد تشوف لك شغله حلوه هناك؟ لا 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 ما لي نيه. ايش اسوي البلاد؟ هي مرتاح والفرصه اكبرني. ربك كريم؟ يلا نظفوا زين نظفوا زين ولا برجعكم بلادكم تراني. ايش سويت؟ خلاص صاحبنا في الجيب الحين. وبعدين قول بسرعه. بصراحه في البدايه هو يعني رحب بي. ادخل بالموضوع مباشره يا خليفه. انت ما تبغى تعرف بالتفصيل؟ زين زين يلا قول كمل. قاعد يلمح لي ان عنده بنت واسمها زبيده وانه يدور لها على ولد الحلال يعني. اللي هو انا. زين روح تزوجها روح. خلاص اسف اسف. لا لا روح. زين خلاص كمل عاد. المهم ولد الحلال حسب ما يبغى هو انه يكون متعلم ومقتدر وكانه ناخذ يدينا من رامس. هذا هو الخبر الحلو وهذا موسى. والحين بيبدا التكتيك الجديد والبقاء الاصلح. المشكلة هذه عجبني ما شغله ما تنظيف بيوتنا. دوق زهران مسكين كيف حالته والله انا شكلي ضحك. لكن اشكال لكنها ضحك. تعبت استغليت تعبت تعبت مرمطة تعبت بس بس تعبت تعبت. رامس رامس مونات مسك طرف السجادة منك. مسك طرف السجادة مسكناها. هذا عشان 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 العصر. دوق اقول لك ابغى اسالك سؤال.
هذه حاله هذه بنعلك حاله هذه احنا نشتغل والحين طلعت هاي ما حاله ما استوت في قلبك ما يخالف ما يخالف يا رامز اوف استحمل رايه بكره بتعقل ان شاء الله بتعقل زين عقب رايه بتعقل وبجنن وان شاء الله ان شاء الله اذا اراد الله بعد اسبوع بحجز لك جناح بنسين وبغفيك هناك ما عليك بيطلع منك سوي نظف انت خلي عنك هالسوالف هذا واشتغل وخلصنا يلا يا رامز اشتغل ترى اشتغل جالسين اشتغل هاي كنا صوتيبة نم سير شوف الضيف سير هلا 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 الثاني من هذا اللي قال لك انت شامس انت مو قاعد تسوق انا ما قلت لك لا تجيني هنا ابدا مو قاعد تسوق قول لي انا هنا في مهمه خطيره يا رامز انا طبعا جاي ومجازف بحياتي علشانك تعال 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 خلي اقول قول هات هات مجازف بحياتي علشانك قاعد الاعيب من الاعيبك قاعد تقص علي اليوم مره ثانيه زبيده في خطر يا رامز زبيده في خطر يا رامز كيف زبيدة في خطر؟ قول لي كيف؟ زبيدة جالسة في بيتها، كيف خطر؟ قول لي أقول لك صدقني يا رامز، صدقني شامس زبيدة بياكلها النمي؟ لا، أمين، أمين أمين؟ بياكل زبيدة؟ أبوي، كيف؟ نعم بياكلها عنك يا رامز اليوم سمعت من خططه صاحبه أن أمين بيتزوج زبيدة إذا زبيدة في خطر يا رامز إذا كان هذا كلامك صحيح أسير تو وأقطع على رأسه وأخلي مكانه قوطي سمن لا لا كيف؟ ما كداك نعالج الخطر يا رامز اسمع مني هذه الخطة اسمح مني هذا أنت بالذات رامز ما أبغى أسمع منك شيء ما أبغى أسمع منك شيء خطف مقدامي عجب فمالة لا ما فمالة شيمة كان شيمة شيمة أنا من أنا صديقك وأخوك لازم تساعدني خلي هذه الخطة شيمة هذه الخطة لو سمحت لاف نعم تفضل فين بغيت سالك كان الحاج مراد تفضل انا رايح هناك اذا تبغى بوديك معك ما دام انت رايح هناك في رساله من عند واحد اسمه فادي ف وانت رايح سلم الرساله ان شاء الله حاضر توصل ان شاء الله حياك الله مع السلامه السلام عليكم عليكم السلام اهلا الخليفه مرحبا ولدي تفضل تفضل استريح زارتنا البركه احسنت احسنت عندي لك رساله من واحد يسمى فادي فادي هذا صديقي وليش وحده ما جاء والله ما اعرف كاني شفته مستعجل اللهم اجعله خير خليفه ابوي اقرا لي رساله انا اشوف اليوم عيوني كانها تعورني شويه الحاج الكريم مرة نعم أرجو الذهاب إلى بيت سوسن لمقابلتها ومقابلة أهلها بخصوص الموضوع اللي خبرتك عنه وذلك للأهمية وهم بانتظارك في تمام الساعة 5 مساء اليوم وعنوان البيت منزل رقم 323 سكة رقم 3035 مطرح شارع النور أخوكم فادي خليفة نعم نشوف ولدي الساعة كم عندك الساعة الحين 5:45 عجب من فضلك أباك تجلس في الدكان شوية وأنا ساير شوط واحد وراجع إن شاء الله نجلس في الدكان نجلس يا الله أهلاً وسهلاً أنا من طرف فادي نعم إيش تري
اريد سوسن. سوسن؟ سوسن؟ وش تريد منها؟ انت قولها مراد وهي وحده تعرف. عاش ابوي. بسرعة. زين زين صبر شوي صبر. ان شاء الله. سوسن! يا سوسن! نعم؟ انتي تعرفي واحد شايب اسمه مراد؟ لا ما اعرف واحد اسمه مراد. كيف ما تعرفيه؟ هو يقول جاي من طرف فادي. لا ويريد يقابلش بعد. لا اعرف فادي ولا اعرف مراد. يمكن هذا شخص ماسخ. روح شوفه. ماسخ؟ زين. لا ولا يهمش. اذا كان ماسخ انا بزيده ملح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت مراد ها؟ هي نعم هي نعم انا مراد. اهلا وسهلا. ها خبرتها؟ نعم اني خبرتها. وهي مسكينه جالسه تحوصه. تفضل تفضل بيت بيتك تفضل. ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله. حاضر. تفضل. بدخل برجول اليمين. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لك اليسار. تفضل. هود هود. تفضل تفضل بيت بيتك. درب درب درب. تفضل. أبا أوصيك تصير على الناس لك. عم تبغى تخبر حد؟ لا لا. ها لا. تعال تبعني. تعال يلا يلا عيوني. يلا يلا. أقول خليفة وقفني. وقف وقف وقف. يلا أقول ولدي خليفة. نعم. افتح الكبات. افتح إن شاء الله. إيه طلعه طلعه العطر. طلعه زينه ان شاء الله.